مساء الخير على احلى متابعين بيتابعوا قناتي لمس من ايديكي من كل مكان. طبعا انتوا عارفين اللي حصل لي من يومين، لما نزلت فيديو المكرونه بالبشاميل وشفتوا ايدي مربوطه وعرفتوا ان في زيت وقع على ايدي. انا عامله الفيديو ده مخصوص النهارده علشان اللي حصل لي من يومين. وانا بصور الفيديو بجد من كتر الالم والوجع اللي انا شفته في اليومين اللي فاتوا دول، حبيت اقول لكم اللي حصل معايا بالظبط علشان انبهكم واقول لكم على شويه نصايح تعملوها في المطبخ علشان ما تتعرضوش للي انا تعرضت له ده. وحابه طبعا اوريكم ايدي الاول علشان تشوفوا بجد المنظر وبشاعه المنظر، ايدي عامله ازاي وهي ورمه كده كلها من هنا، وزي ما انتوا شايفين والفقاقيع دي حتى من هنا كمان ورمة، يعني حتى هنا كده وارم. فحبيت اوريكم ايدي علشان بجد الفيديو ده مهم مهم جدا عشان احذركم من اللي ممكن يحصل لكم ده. بجد مش قادرة اقول لكم المطبخ بامانة كان هيولع والشقة كلها كان ممكن تولع. هحكي لكم دلوقتي بالتفصيل اللي حصل معايا بالظبط. انا هغطي ايدي معلش دلوقتي، انا بس حبيت اوريها لكم علشان بس تعرفوا هي المنظر وحش قد ايه. وكمان مش يعني مهما اتكلم مش هقدر اوصف لكم، انا كنت حاسه بالم فيها ووجع وحرقان والتهاب بشكل فظيع. اللي حصل لي ده حصل لي من يوم السبت اللي فات، وانا صدقوني من ساعتها انا ما يعني ايدي ما بقدرش اعمل بيها اي حاجه، يعني ولا امسك بيها اي حاجه. من انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. اللي حصل معايا بالظبط هقوله لكم دلوقتي. انا يوم الجمعه بالليل كنت بعمل، طبعا قلت لكم ان اللي حصل ده كان يوم السبت. انا يوم الجمعه بالليل كنت بجهز عشاء، وكنت بعمل مع العشاء بطاطس محمره. فطبعا بعد ما خلصت قلي البطاطس طفيت البوتاجاز وسبت الطاسه على البوتاجاز من فوق عشان تبرد، زي اي حد ما بيعمل. ما بردتش مثلا وفضيتها في حاجة، لا سبتها على البوتاجاز لغاية ما بردت. تاني يوم علشان ادخل المطبخ اعمل اصور فيديو المكرونة بالبشاميل، طبعا كنت محتاجة البوتاجاز اصور عليه او اعمل حاجات على البوتاجاز، فهضطر افضيه. فروحت بسرعة، وبعدين كمان عايزة اقول لكم اني كنت مستعجلة فعلا اليوم ده وانا بصور الفيديو، علشان بنتي اللي كانت بتصورني كانت نازلة عندها درس ودخلت تلبس. صورت انا بعض مقاطع من الفيديو، وطبعا قبل ما ابدأ تصوير خالص كنت عايزة اشتغل على البوتاجاز. طبعا زي ما قلت لكم كنت مستعجلة، فاضطريت احط طاسة زيت بسرعة في فرن البوتاجاز زي ما معظم المصريين او زي ما كلنا متعودين نعمل، ان احنا نحط طاسة الزيت في فرن البوتاجاز. وده طبعا اكبر غلط، بس انا طبعا ما اكتشفتش ده غير لما حصل لي اللي حصل دوت. المهم بدأت اشتغل في الفيديو، وبعد كده انا كنت فاكرة وانا شغالة ان قبل ما اشغل الفرن البوتاجاز او قبل ما افتح الفرن علشان ادخل عشان يسخن وادخل فيه صينية المكرونة، ان انا اشيل الطاسة بتاعت الزيت من الفرن. لكن من استعجالي نسيت خالص ان انا اشيلها. وقبل ما ابتدي اعمل البشاميل فتحت باب الفرن فعلا عشان اولع الفرن يسخن، لكن رغم كده ورغم اني فتحت فرن البوتاجاز عشان اولعه ما شفتش الطاسة خالص، ولا كمان افتكرت ان الفرن فيه طاسة زيت او اي حاجة، رغم اني كنت فاكرة قبل كده. لكن ساعتها معرفش ازاي نسيت، عشان ربنا يمكن رايد ان ده يحصل، وفي نفس الوقت هو ربنا سترها جدا وهقول لكم دلوقتي ازاي. طبعا بعد ما خلصت المكرونه وعايزه احطها في الفرن كانت بنتي نزلت الدرس، وكنت انا كده لوحدي، وكنت بعد ما يعني قبل ما اخلص بشويه في اخر جزء في الفيديو انا اللي صورته، وانتوا شفتوا طبعا لما قلت لكم اني هحط البشاميل دلوقتي بس هفصل الموبايل عشان انا اللي بصور. وخلاص كده خلصت المكرونة والفرن كمان سخن جدا، فافتكرت ان الشبكة اللي كانت في الفرن كانت في النص، وانا عايزة اسوي المكرونة واحطها في الشبكة اللي تحت خالص او احطها من تحت خالص، فما افتكرتش برضو، يعني انا افتكرت ان الشبكة في الفرن في النص لكن ما افتكرتش ان طاسة الزيت محطوطة في الفرن. المهم فتحت الفرن بسرعة عشان انزل الشبكة تحت، طبعا كنت ماسكه فوطه مطبخ وشديت الشبكه بالجامد، يعني كمان شديتها بالجامد عشان هي الشبكه بتكون معصلجه شويه والفرن سخن.
فاول ما شديتها بالجامد الزيت بقى طبعا كان غالي من حرارة الفرن، وكنت عاملاها على اعلى درجة زي ما قلت لكم. اول ما شديت الزيت كله وقع على ايدي، ووقع جوه الفرن وعلى باب الفرن. طبعا اول ما وقع الزيت على ايدي مش قادرة اوصف لكم بجد كانت ايدي عاملة ازاي، والنار اللي كانت في ايدي بجد مش قادرة اوصف لكم، ومهما اوصف لكم يعني مش هقدر اقول اللي انا فعلا كنت حاسة بيه في الوقت ده. وصدقوني ربنا سترها جدا جدا، علشان كان ممكن بمنتهى السهولة ان المطبخ او ان الزيت اللي وقع جوه الفرن وهو مولع وشغال على درجة حرارة عالية ان الزيت يولع، يعني النار مع الزيت المدلوق والحرارة الكتيرة دي كان ممكن الزيت يولع والبوتاجاز كان كله ولع والمطبخ كان كله ولع، علشان كمان في فتحات في الفرن من الجنب بيطلع منها نار بسيط، فكان ممكن ده كله يحصل، كان ممكن المطبخ والشقة كلها تولع لولا ستر ربنا. عشان كمان الفرن فضل مفتوح شوية، يعني النار شغالة في الفرن والزيت يعني واقع جوه الفرن، لان جريت بسرعة سبت الباب مفتوح والزيت وكله، جريت بسرعة ابرد ايدي بالمية في حوض الحمام. بعد شوية بقى دخلت المطبخ لقيت المنظر اللي بقول لكم عليه ده، الزيت واقع والنار مفتوحة والفرن مفتوح والمطبخ كله كان مليان بالدخان، الزيت اللي وقع في الفرن والنار مفتوحة، وانا لوحدي في الشقة ما معيش حد غير ربنا. ساعتها قعدت ادور بقى في التلاجة بسرعة بعد ما طفيت طبعا البوتاجاز، وحاولت يعني اشيل الطاسة واطلعها على البوتاجاز من الفرن، وربنا سترها الحمد لله وايدي بجد كانت مولعة. جريت بقى على التلاجة ادور على مرهم اللي هو الحروق ده كان موجود فعلا في التلاجة، فضلت ادور ما لقيتوش، وفي نفس الوقت ايدي كانت مولعة. فتحت باب الفريزر وحطيت ايدي في الفريزر والايد التانية عمالة تدور على المرهم وبرده مش لاقياه. المهم اخدت كيس من كان متلج في الفريزر حطيته على ايدي وطلعت بسرعة اتصلت بجوزي علشان كان بره يجي بسرعة ويجيب لي معاه المرهم وهو جاي، وفعلا جه وعمل لي اللازم الحمد لله، واشكر ربنا على ده. والحمد لله بعد لما جوزي عمل لي اللازم في ايدي وبعد شوية الحمد لله يعني بعد كام ساعة كده لما المخدر اللي في المرهم بدأ يعمل مفعول وبدأ الألم والوجع والحرقان اللي في ايدي ده يخف شوية، اشكر ربنا على كل حال. طبعا ده كل اللي حصل معايا بالتفصيل، انا حكيت لكم كل اللي حصل معايا بالتفصيل، لكن طبعا في شوية نقط مهمة جدا 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 عايزة اقول لكم عليها علشان تخلوا بالكم كويس قوي، وهي ايه؟ اول حاجة عايزة اقولها لكم ان ممنوع منعا باتا انك تحطي طاسة الزيت بعد القلي فرن البوتاجاز، ده خطر جدا، وانا بجد يعني التجربة اللي مريت بيها دي علمتني ان انا ما احطش طاسة الزيت في فرن البوتاجاز تاني خالص، علشان نتفادى انك تنسي مثلا وتفتحي الفرن زي ما حصل معايا، او ممكن وانتي بتحطي طاسة الزيت في مرة يقع مثلا منها شوية زيت جوه البوتاجاز وما تاخديش بالك، ومرة تانية تيجي تفتحي الفرن ممكن تفتكري تشيلي طاسة الزيت من الفرن، لكن الزيت اللي واقع جوه الفرن دوت ممكن مع حرارة الفرن لما بتيجي تشغليه ممكن ان هو يولع برضو، يعني مش لازم طاسة الزيت، ممكن الزيت اللي واقع ده برضو يولع من الحرارة لما الفرن يبقى شغال. فبجد ده خطر جدا، اوعي تعملي كده علشان ما يحصل لكيش لا قدر الله اللي حصل معايا، انا بجد بقول كده علشان اوعي كل ان هو ما يعملش كده. تاني حاجة ان لازم يكون عندك كيس فيه تلج او مكعبات تلج في الفريزر، ده مهم جدا، لان لما حصل اللي حصل ده انا بجد ما كانش عندي تلج في التلاج في الفريزر ولا كان عندي مكعبات تلج، فاضطريت ان انا اخد اي كيس من الفريزر فيه اي حاجة كان مفرزاها وحطيتها على ايدي، فده مهم جدا. وكمان غير الحروق حتى لو اتلسعتي من اي لسعة بسيطة برضو في الفرن او على البوتاجاز من فوق لازم يكون عندك اي حاجة فيها تلج او كيس فيه تلج زي ما قلت، ده مهم جدا. تالت حاجة ودي مهمة برضو، لو حصل والزيت وقع منك على البوتاجاز او في فرن البوتاجاز اوعي او ممنوع منعا باتا انك تحاولي تطفي النار دي بالمية،
علشان ده بيبقى خطر جدا. يعني ما تحاوليش انك تحطي ميه علشان تطفي، لا، انت كل اللي هتعمليه هتجيبي اي فوطه مطبخ تكون تقيله وتحاولي تكمدي بيها النار او تحطيها كده على النار علشان تطفي، او اي قماشه عندك تقيله او بطانيه تقيله قديمه تروحي حطها على النار علشان توقفي النار بيها مش بالميه، لان انت لو حطيتي الميه النار بتولع زياده مش بتطفي. تمام، فده مهم جدا جدا جدا، حبيت اقول لكم على المعلومه المهمه دي. كمان لو لا قدر الله حصل وان ايدك وقع عليها اي حاجه مغليه سواء زيت او ميه او حتى صلصه، وانت بتقلبي اي خضار بتعمليه صلصه بتبقى سخنه جدا برضو، انك تحطي ايدك بسرعه في الدقيق، يعني تجيبي كيس دقيق وتفضيه بسرعه في طبق وتروحي حاطه ايدك فيه، ده بيمتص الالتهاب بسرعه. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان انا كنت عارفه المعلومه دي من قبل كده، بس طبعا ساعه اللي حصل ما فكرتش في اي حاجه غير ان عايزه ايدي تبرد باي شكل، فحطيتها في الفريزر زي ما قلت لكم، الاول تحت الميه وبعد كده في الفريزر في التلج، لانها بجد كانت مولعه. بس افتكروا لو لا قدر الله ده حصل معاكم، برضو دي حلو قوي بيمتص الالتهاب بسرعه، وربنا يبعد عننا وعنكم كل حاجه وحشه يا رب. انا عشان مريت بجد بتجربه صعبه جدا جدا زي ما انتوا شفتوا ايدي عامله ازاي زي ما وريتها لكم، بجد حبيت اقول لكم على كل اللي حصل لي عشان احذركم وعشان كمان تخلوا بالكم كويس قوي ما يحصل لكوش اللي حصل لي ده. في النهايه طبعا بشكر ربنا على كل حال وعلى انه سترها معايا بجد، والمطبخ كله ما ولعش، لانه كان ممكن يولع زي ما قلت لكم، كنت لوحدي وما كانش معايا حد، ولو كان حصل كده ما كنتش هعرف اتصرف، لكن اشكر ربنا انه كان معايا بجد، اشكرك يا رب الف مره. ومعلش طولت عليكم الفيديو، لكن انا كده خلصت كل اللي كنت عايزه اقوله لكم واحذركم منه عشان ما تمروش باللي انا مريت بيه. وعايزه اقول لكم على حاجه، معلش، هو الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هبقى انزل فيديوهات كنت مصوراها قبل كده، يعني فيديوهات فطاري، معلش طبعا انتوا كنتوا عايزين فيديوهات صيامي، بس لغايه بس ما ايدي ان شاء الله تخف واقدر اعمل بيها حاجه هبقى انزل لكم الفيديوهات اللي انا كنت مصوراها دي. هو مفيش غير فيديو واحد بس صيامي اللي هو فيديو بتنجان مخلل، بس خلطته بجد تحفة، حلو جدا، ان شاء الله يعجبكم. ودعوا لي طبعا ان ايدي تخف بسرعة ان شاء الله علشان اقدر اعمل بيها وصفات حلوة صيامي الفترة اللي جاية ان شاء الله. وبتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو كتير بجد عشان الفيديو ده ينتشر، انا عايزة الفيديو ده ينتشر انتشار واسع جدا علشان اكبر عدد يشوفه وبجد ياخد باله. انا عايزه الناس كلها تشوف الفيديو ده عشان تاخد بالها وما يحصل لهاش اللي حصل لي، او ما تغلطش الغلطه اللي انا غلطتها ويحصل لها اي حاجه. فربنا يبعد الوحش يا رب عن الكل. ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في قناتي لمسه من ايديكي ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد بعمله، ويعمل لايك للفيديو وشير زي ما قلت لكم، واستنوني في فيديو جديد واشوفكم ان شاء الله على خير.